والأشواط مستمرة في صباح هذا اليوم. نتواصل وننطلق في ميدان الوثبة ضمن فعاليات هذا المهرجان الختامي، ختامي الختاميات التي تنطلق في هذه الأسماء وهذه الشعارات والملتقى الخليجي الجميل والرائع على أرضية هذا الميدان. انطلق الشوط العاشر في أشواط صباح هذا اليوم، يحمل الذلل الأصايل بشعارات أصحاب السمو الشيوخ في هذه المؤسسات العملاقة الجميلة والرائعة الذي يحملها ميدان الوثبة مع الأخوة المضمرين. نتقدم إلى المراكز الأولى، نتعرف في بداية الانطلاق على المركز الأول والتي تقود المسار هذه الكورة على رأس حربة الشوط لسمو الشيخ ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان، يضمرها الصادق بن فضل الأمين على مقدمة الشوط، تليها في المركز الثاني أشواق على ثاني المراكز، تتقدم لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، مضمرها عوض بن مبارك بن سعيد المهيري يتقدم على ثاني المراكز، بينما المركز الثالث هجن الرياسة تتقدم، وهذه سرابة من هجن الرياسة، سلطان بن محمد الوهيبي يقدمها في هذه الانطلاقة وفي هذا الاندفاع. الشاهينية هجن العاصفة المضمر غياث الهلالي تأتي على المركز الرابع على هذا الاندفاع، بينما المركز الخامس خامس المراكز هجن الشحانية تتقدم من الجانب الآخر، تأتي بهذا الاندفاع وهذا الانطلاق رند، تأتي بهذا التحدي من هجن الشحانية. المضمر جار الله بن طالب بن عقيل على المركز الخامس، المركز السادس هجن العاصفة تتقدم، والمركز السابع كذلك مع غياث الهلالي في عملية التضمير. أما المركز الثامن فتتواجد في المركز الثامن مشاهدي الأعزاء هذه العروب تتقدم من هجن الرياسة، يضمرها محمد بن عتيج بن زيتون على المركز الثامن. نشوف هناك تاسع المراكز لنكمل ندانا للعشر المراكز الأولى المتقدمة التي تحمل كلمة هو جميل. هذه في المركز التاسع تتواجد فيه مشاهدي الأعزاء هجا في هذه الانطلاقة، تعود ملكيتها لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان، يضمرها سعيد بن مبارك الوهيبي، والمركز العاشر هذه العاشرة مشاهدي الأعزاء هذه البطرانة تأتي في المركز العاشر من هجن الرياسة، يضمرها سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. هذه النتيجة مشاهدين الأعزاء للعشر المراكز الأولى في هذا الانطلاق والاندفاع في الشوط العاشر مشاهدين الأعزاء عبر قناة ياس الرياضية، قناة دبي ريسنج، قناة الكاس، كل القنوات حتى المنطلقة مع هذا المهرجان مع ختامي الوثبة 10 على 10. الوثبة في هذا الانطلاق في هذا الاندفاع الجميل والرائع على أرضية هذا الميدان في هذه الأجواء الجميلة في هذه الانطلاقات. نعود مرة ثانية من المراكز الأولى، نتقدم ونتعرف بل ننطلق إلى المقدمة 8 كيلومترات التي دائما تحتاج للمتابعة وللتركيز في هذه المسافة وفي هذا الاندفاع. هجن العاصفة تقريبا ولا زالت من الجانب الآخر، لا زالت اللي هي الكورة تحمل شعار سمو الشيخ ذياب بن سيف آل نهيان والصادق بن فضل الأمين، كذلك يقدم كل ما هو جميل مع منافسته وانطلاقته مع هذا الاندفاع. هجن العاصفة الشاهينية غيرت إلى مقدمة الشوط في هذه اللحظات، شعار هجن العاصفة غياث الهلالي يقودها في عملية التضمير وهي في هذا الاندفاع. ناخذ المركز الثالث،
أشواق أشواق على المركز الثالث، أشواق تعود ملكيتها لسمو شيخ ذياب بن محمد بن زايد النهيان، يضمرها عوض بن مبارك المهيري يتقدم في عملية التضمير. المركز الرابع هذه سراب من هجن الرياسة، يضمرها سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي تتقدم على المركز الرابع في هذه اللحظة. المركز الخامس تتقدم في رندة في هذه الانطلاقة تأتي هجن الشحانية بالشعار العنابي، الانطلاق الجميل، وجار الله بن عقيل يقودها مضمرا على المركز الخامس موقعها. المركز الخامس هذه الخمس المراكز، المركز السادس الشاهينية من هجن العاصفة، والمركز السابع الشاهينية كذلك هجن العاصفة، تتقدم غياث الهلالي في هذا الاندفاع والانطلاق الجميل والرائع. بينما المركز الثامن هجن الرياسة مع بن زيتون تتقدم مشاهدين العزاء في هذه الانطلاقة، ومحمد بن عتيج بن زيتون المهيري. بينما المركز التاسع هذه تاسع المراكز لسمو الشيخ سيف بن خليفة، لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف النهيان، سعيد بن مبارك الوهيبي يضمرها ويتقدم مع هجة اللي منطلقة على المركز التاسع. والمركز العاشر تقدمت فيها بطرانة في هذا الانطلاق وهجن الرياسة، ومضمرها سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. هذه العشر المراكز للمرة الثانية على التوالي في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق الجميل والرائع على أرضية هذا الميدان، على انطلاقات إلى صايل الذلل في هذا الانطلاق وفي هذا الاندفاع. هذه الأسماء التي قدمت الكثير والكثير، انطلقت في فترتها العمرية، قدمت إنجازات كثيرة، تمسكوا بها المضمرين حتى وصلت إلى هذا السن، سن الذلل، لتقدم إنجازات رائعة في رياضتنا العربية الأصيلة في هذا المنطلق وفي هذا الاندفاع. هنا في ميدان الوثبة في عاصمة الميادين، ضمن فعاليات هذا المهرجان الرائع الجميل الذي يحمل دائما كل ما هو جميل، كل ما هو جديد، كل ما هو رائع في الوثبة، في هذه الانطلاقة، في هذا الاندفاع، في هذه التحديات الرائعة. هكذا العشر المراكز الأولى مشاهدي الأعزاء، ذعنا على حضراتكم للمرة الثانية على التوالي في هذا الاندفاع. من ثم نعود نتابع التغييرات، نتابع تبادل المراكز. التنافس دائما جميل ورائع في هذا الملتقى، الوثبة دائما في كل ما هو جميل، كل ما هو جديد في هذا الانطلاق. نسير مع المركز الأول، نروح مع هجن العاصفة اللي تتقدم الشاهينية على رأس حربة الشوط، تقود الذلل حتى هذه اللحظات وتسير مع انحناء الميدان مع انطلاقة هذا الاندفاع. هذه هجن العاصفة الشاهينية، غياث الهلالي في متابعتها، ولكن سراب من هجن الرياسة سلطان الوهيبي يقدمها على المركز الثاني، تندفع على المركز الثاني، ولا زالت الكورة تندفع لسمو الشيخ سيف، لسمو الشيخ ذياب بن سيف بن محمد النهيان الصادق بن فضل الأمين كذلك من البداية، وهي تنافس على شرف الناموس. الشاهينية في المركز الرابع من هجن العاصفة، غياث الهلالي يضمرها. المركز الخامس تتواجد في مشاهدي الأعزاء العروبة تأتي في المركز الخامس من هجن الرياسة، محمد بن عتيج بن زيتون يضمرها وعادت مرة ثانية للتنافس وللأثار، وانطلقت في هذه اللحظات
أشواق 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 لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد النهيان، عوض بن مبارك البهيري يقودها مضمرا. هذه الأسماء المتقدمة، هذه الأسماء المتقدمة، ولكن بدأت الأمور، بدأت التحركات، بدأت الأعلام وبدأت الأوامر، الانطلاقات الأخيرة من أجل الفوز والناموس من الانطلاق الشيق والجميل. أعود إلى هجن العاصفة على المقدمة، ولكن سراب سراب على مقدمة الشوط، هجن الرياسة ما شاء الله في هذا الاندفاع، هجن العاصفة هناك وهناك هجن الرياسة كذلك في تنافس جميل في هذا الملتقى دائما وابدا. مع هذه الانطلاقات الشاهينية وسراب الشاهينية وسراب، هجن الرياسة هجن الرياسة سراب بالأداء الجميل، بل بالشكل الجميل، بل بالشعار الجميل، شعار هجن الرياسة اللي يتقدم بالمركز الأول دائما بهذه الانطلاقات. تهانينا والشاهينية من هجن العاصفة تحاول في الأمتار الأخيرة، ولكن سرابة خلاص انتزعت ناموسي هذا الشوط. تهانينا والناموس لهجن الرياسة. شكرا سلطان بن محمد لوهيبي على هذا الفوز. المركز الثاني الشاهينية من هجن العاصفة، الثالث الشاهينية من هجن العاصفة، المركز الرابع من هجن الرياسة، والمركز الخامس لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد النهيان. هكذا كانت النتيجة للمراكز الأولى المتقدمة الخمس التي سارت بتنافس شرس وجميل ورائع للقاية في الثمانية كيلومترات على شرف الناموسي والفوز. تمكنت سرابة من الفوز. هذا مخرجنا في قناة ياس يعيد لنا التوقيت الزمني وفي الإعادة إفادة 12 دقيقة 19 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة. شكرا أبو محمد سلطان لوهيبي على المتابعة وتقديم هذه النوعيات الجميلة لجماهير الشعار الحمر. المركز الثاني نشوف الشاهينية من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي، توقيتها 12 دقيقة 16 ثانية 9 أجزاء من الثانية. بينما المركز الثالث الشاهينية أيضا توقيتها 12 دقيقة 21 وجزء واحد من الثانية من هجن العاصفة وتضمير غياث الهلالي. المركز الرابع مشاهدي الأعزاء من هجن الرياسة 12 دقيقة 21 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة اللي هي العروب ومحمد بن عتيج بن زيتون قدم العروب. بينما المركز الخامس 12 دقيقة